إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء متواصلين وإياكم شوط يليه الآخر، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع عشر ضمن انطلاقات أشواط سن الحقائق ضمن هذه الإثارة وضمن الإبداع والإمتاع. شوط يليه الآخر يحمل في طياته العديد من الأسماء، متمنين لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. إذا ننطلق وإياكم إلى العنوان الأول وإلى الصدارة الأولى لأتابع الأسماء والشعارات، وأتابع وإياكم أول المراكز وأول العناوين. أتابع انطلاقة شعار بطاش بطشان بن صالح المحامض اليامي، من يقدم لنا انطلاقة شغموم؟ من يقدم لنا هذا الشعار وانطلاقة هذا البطل شغموم مع البداية الأولى ليكون أول العناوين؟ بينما المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار معضد بن محمد بن حلال المزروعي، من يقدم لنا انطلاقة الجذاب في المركز الثاني؟ من يقدم لنا شعاره؟ بينما الدور والنقلة للمركز الثالث لأتابع وتتابعون الأسماء القادمة، وأتابع وصول الأسد الآن عواض بن مزيد بن بريكان الحارثي، من يقدم لنا شعاره في المركز الثالث يتقدم بكل قوة. بينما المركز الرابع وصول الأسماء ووصول الشعارات، أتابع الواصل وصل شاهين عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري، من يقدم لنا شعاره في المركز الرابع؟ وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. المركز الخامس أتابع شعار ماجد بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا جلمود؟ بينما هكذا أتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى والخمس الشعارات المتقدمة. أعود وإياكم إلى الأسماء الأولى وإلى الشعارات لأتابع من يغير إلى من مركز إلى مركز ويحتل الصدارة ويحتل المقدمة. أحمد بن سليمان البلوي، من يقدم لنا شاهين؟ بينما هذا البطل القادم والواصل الان بكل قوة وصل شاهين ليتقدم سعيد بن راشد بن علي آل بريص المري، يقدم لنا شعاره واصل وقادم من الخلف بكل قوة. بينما المركز الثالث لأتابع وتتابعون الأسماء والشعارات، المركز الثالث أتابع من يتقدم الان؟ وصل الان مرزوق بن غازي بن غزاي الشمري، وصل مبشر الان يتقدم بكل قوة ويتقدم بشعارك يا مرزوق بن غزاي الشمري، يقدم لنا هذا البطل بحثا عن النماس بحثا عن الانتصار. من القادم؟ من الواصل لأتابع وتتابعون؟ وصل محمد بن وليد السيد، وصل موفق الان، تقدم موفق يصل من المراكز القادمة. الله الله الله، اعود واياكم حيث انطلقنا حيث ابتدينا الى اول المراكز الى العنوان الاول الى انطلاقة شاهين وسعيد بن راشد بن علي آل بريص المري، من يقدم لنا هذا البطل؟ وصلت الأسماء يا أبو راشد، أرجوك ركز لأتابع القادم والواصل. وصل موفق الآن، وصل محمد بن وليد بن محمد السيد، وكذلك الواصل والقادم جلمود وماجد بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا شعاره؟ والقادم كذلك شاهين أحمد بن سليمان البلوي، من يقدم لنا شعاره؟ ولكن عودتنا وإياكم إلى أمتار الجنون أمتار الفنون. الله 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 الله، أعود مع
انطلاقة شاهين وسعيد بن راشد بن علي آل بريس المري، وصل كذلك وصل موفق لان، تقدم موفق لان، بينما تابع الوصول تابع القدوم لان، وصل تليد وانطلاقة تليد وكذلك الواصل والقادم الشبابي، ولكن اعود الى موفق الى من غير. الله 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 الله، تابع الوصول تابع القدوم، وصل الشبابي القادم بكل قوة، امتار الجنون امتار الفنون لا يعرفها الا الصمود، ما بين الشبابي ولا موفق. امتار الاخيرة امتار الجنون بين موفق ولكن الشبابي غير عند الامتار الاخيرة. سلام يا من قدم لنا الشبابي، احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، من قدم لنا هذا البطل بهذا النوماز وبهذا الانتصار الغالي. المركز الثاني وصول موفق محمد بن وليد بن محمد السيد. المركز الثالث وصول مشكور سالم بن سهيل بن حمد بن سالم الاعفاري. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الاعزاء وصول وقدوم من المركز الرابع، والخامس اتركه للجنة الخط والتحكيم. متابعينا مشاهدينا الاعزاء لأتابع وإياكم لحظات وصول الشبابي، من قدم لنا الأداء الفنان عند الأمتار الأخيرة والأمتار النهائية. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، هكذا هو النوماز، وإلا فلا وصول الشبابي. أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي بالتوقيت الزمني، لحظات ونوافيكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء بالتوقيت الزمني وتوقيت الشباب. متابعينا الكرام بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، 6 دقائق 3 ثواني و77 جزء من الثاني. المركز الثاني موفق ومحمد بن وليد بن محمد السيد، 6 دقائق 3 ثواني و87 جزءا من الثاني. المركز الثالث مشكور سالم بن سهيل بن حمد بن سالم الاعفاري، 6 دقائق 5 ثواني و77 جزءا من الثاني. المركز الرابع شاهين وسعيد بن راشد بن علي البريس المري، والمركز الخامس تليد عبد الله بن سالم بن فهيد بن براك بن فهيد. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنوماس لمالك الشبابي، والتهاني والنوماس كذلك لجميع الفائزين متواصلين. واياكم شوط يليه الاخر، حيث منافستي سن الحقائق سن الابداعي وسن الامتاع. شوطنا القادم والزميل فواز بن سعيدان.